السلام عليكم احبابنا، معكم انستينا. اليوم نحكيو على السبيطارات في الجيري. الحاجه الاولى اللي معروفين بها مالوريزمون سي كو تسنى بزاف. شتي ياخذ لوكان ماشي كليماتيزا تاع لوكان سيد مازال وعايش بلا فمك علينا الصيف بدا تحسب السخانه. واش راهي الانجليز خويا كريم؟ والله قاعد ربي الحمد لله يا خويا. لا ما تقلقش، راه كي هضرب التليفون تاع الدوله. راني في السبيطار، راني خدام. حبيبنا الله يعيشك، المرا راح تموت يا خويا، روح شوف المرا راح تموت عليك داكدا. كي قابل خويا كريم الله يسرك. واش مكتوب؟ المرا واش مكتوب لك قابل؟ قاعد الانتظار. الانتظار؟ ماشي جوز ديرك. صح الجوز، خليها تموت هادي. انتظروا بالله في المكان اللي انا. بالله في المكان ثاني. واش خويا انس؟ قول لهم وقيله. والله غير كرخشونا الشعب هادو معايا خويا، اسمع تجي انت جابك ربي اليوم. والله غير عندي واحد الكراطه نهبطهم نصلوا في راسي الله يسرك عاوني. واش فيهم من فوق؟ كاين شويه خردة في الدار، جبتي معاهم الحلا وخلاص يا خويا. كاين حاجه بيزار في السبيطارات، هما لي كيستيون اللي تسقسيوك وما عندهم حتى معنى. هذا هكذا تحت المسجد راه تما كلها غير تحت التعاقد. كاين واش ما سيرفيش القلب سيزيام ايطاج. كاين لاسانسور وباش تطلع عليها. اطلع في الدروج، اطلع في الدروج، اطلع في الدروج. قول لي متزوج ولا لا؟ فهمنا 12 سنه هذا وجا متزوج. 12 سنة راني كتبتها هذوك خلاص، قلت اسكو مزوج كاين وي كاين خلاص. خلاص دير نو دير نو اكتيفي لي برك هذا المكان اكتيفي اكتيفي. اسمع دوكا جاي تقول لي خدمتي معليش شنو بالك انا لا نشيط تاع اللي جاي يدخل كاين وي كاين مو مو سوي سيريو مو خلاص خلاص ديرها هايلي ماشي متزوج ماشي متزوج قول لي اصبر ان شاء الله راهو ناوي يقرا سيونتيفيك ولا ليترار كيكبر ولا وهذيك علاش هذيك دخلها في راسو ما تعبر برك. دونك قلنا باللي جينيرالمون في السبيطارات تاعنا سي لا نارشي توتال، اي سي بور سا من داك كي تزير الحاله شويه اللي يخدموا تما شغل تبان لهم بيزار. هذاك انا الديريكتور هذايا قال لك لازم تلبسوا طابليه واش بيه. الله يرحم الصغير هذا، خليه خليه هاو يلعب فيها مارك. اباك سمعت انايا قال لك منا وطلع كينو بيريم وبليجي لينا نديروا ليغو في يدينا مريض هذايا. قال لك هبل هذاك الصغير يقول لنا اتهلاو في المرضى وخلاص. لا غير هذاك واش خاص، خلينا منا سبيطارات نتلاقى مع واحد لا كاتيجوري تاع لي ميدسان هذوك اللي خاطيهم كامل. هي على كل حال فئه صغيره بزاف مي كومام كاين. والله العظيم غير ما تفهم والو سبحان الله، اللي يوبير على يديا يموت الله يسترنا يا خويا. خير ما تفهم والو دكتوره. واش هادي رجل هادي؟ اسمع وي دار جاك وجهك تاخذ يقطعها وتهنا. عندك بومو يا دكتور ماشي رجل هذاك واش باه؟ ماشي بوانت كوفي هذا. هذا بالدخان هذا كيف تقول الدخان ماشي مليح لا سونتي هو لازم لك الاراده باش تحبسو سينو انا نحيو لك بومو نقطعو لك واحد ريح مو هذا تما يولي عنده بومو واحد. اصبر شو اصبر شو اسمع اصبر شو دخل بومو واش يخبط دكتور هذه راه ضربات قلبيه جاي في لاكوش انا واش بيه انت والله قاعد تخلع انا باك تلفت دابا كي راني طبيب انت يا نجيك من جهه اليمنى. لا لا دكتور هاو ليك هاو قلبي من هنايا كيجيك ساهل يا دكتور. واش راح نقول لك يا خويا؟ يا دكتور واش لازم ندير باش نبرا دوك انا واش لازم ندير؟ تاخذ رايي؟ شوف طبيب يا خويا. من الحاجه اللي تعجبني كامل في السبيطارات تاعنا هي كيفاش يتهلاو في المرضى. كمل كمل كمل. تغسلت الماء ودخلت المرا اصابتش الفاكهه ضربتني بكف ديرها. اي بالله فمك بالله فمك. ومن بعد ما عادوش درت لها انت درت نديرها والو خفت تشكي بيا ويدوني للحبس ديرها. بابا ديرني الزيرو. بالله فمك بالله فمك. صاحبي مسكين راه مقلق عنده مشاكل ويتوجع تعرف واش معناتها الوجع. وري له الوجع. تم الهنجر انا يلولي نطلع نفطر هنا. تفطر تفطر هذيك هي. اصبر شوف كيف عندك عندي شويه تشكك سرقتهم من اللابوراتوار الفوقاني. يا خويا اديهم بيهم فارماسيا مشي لها شويه كيوي يا خويا. ربي يخليك ان شاء الله رضيها على بالي ربي يحفظك بارك الله فيك. السلام عليكم. وبيان سيور كاين حاجه مهمه بزاف في السبيطارات وهي المعرفه. اصبر شوف كي تهبرك يا الحبايب. شوف شوف هكذا حل عينيك كاش ماك تشوف. نشوف فيكم طريبي يا طنط. الله اكبر مبروك عليك راهي نجحت لوبيراسيون يا خويا. صح انا ما درتش على عينيا انا درت على لابانديسيت. مازالك خلص لي انت في الورق يا خويا شاك بوا دوك هكذا هادي هذا محمود اللي نحينا له نص تاع لابانديسين يا خويا على هكذا. جوستومون دكتور مازال لي ستار انتوما كيف فتحتوني اش ما نحيتو هذيك كامل وهنيتوني. ايه شكون اللي بعثك بعثك بوعلا؟ انا ما بعثني بوعلا. ايه بوعلا ماشي معرفة صحيحة شغل بوعلا ماشي اللي نتلاقى كل يوم هكذا برك. بصح انا زاد وصى ليا بالقاسم يا بالقاسم وصى عليك؟ انا عمي وصى ليا. علاش ما قلت ليش يا خويا علاش ما والله العظيم شوف عاود عطيني شدو الانستيزي
هي الواعره كامل في السبيطارات واللي ما لازمش كامل ديرها هي المرض في الليل باسكو في الليل اين على الوالدين ماليهم هدا وين حطيت راسي باش نرقد وتسحب ضربوني بالموس يا طبيب وضربوك بالموس ما تعرفش تضرب ما تعرفش تسكيفيلو ولا انا حلموت موت ها درت هادي درتها سكاره فيا كي على بالك هدا وين جاني النعاس والله العظيم غير نخلي جدك هكذا غير حتى نكمل لي ميت كراتوي تاوعي صافا هكذا هما اللي يخدموا في السبيطارات مساكن تاني يحلي لهم باسكو الغاشي تاعنا صح يهبلوا لازم لك الكلب باش تروحوزي اوكي السلام عليكم خويا بوجمعه واش راك لاباسك مليح صحتك لاباس خو والله قال شوف تعرف غلقوا البيبان علينا كامل صوتينا من الصور باش نشوفوك يا اسمح لي ممنوع لا فيزيت لازم الكلب باش يروحوزي تخش روحك تخش روحك هذا صاحبنا هذا نحبوه هذا شوفوه المرض لازم له الكلب يا جماعه كيف تعرف دوك الفايده تاعو خير مني المره الجايه ان شاء الله ولا غير لوبيراسيون غنحضرها انا وشنو ايا دخش راك شوف خويا بوت جماعه جبت لك شويه ياغورت ياغورت راك حد قتلو دخش روحك قلت لك جبت لك معايا ثاني واحد البوزلو سيلفو بلي الكلب سيلفو بلي دخش روحك دخش روحك نطلعوا لك شويه المورال نو كانت هذه الحلقه تاع اليوم جيسبر تكون عجبتكم على بالي بلي اكزاجيريت بزاف سيتي جوست قصره وفليزير نسلموا على كامل اللي خدموا في السبيطارات وكامل اللي ميتسا انا ما بقي نقول لكم كي العاده غير الله يفارقنا بلا ذنوب يا منعاش ينورا لا باس لا باس والله يرحم هلا 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 هاك اش لا صوص اوكي شنو بك باش طلع طلع في الدروج ما تقش بلا على الدروج شكي خلاص طلع في الدروج يا خويا